اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه مع سيف روضان. وضيف حلقتي لهذا اليوم الفنانه العراقيه العربيه صاحبه الانجازات الحقيقيه للفقراء والايتام الفنانه تيسير العراقي. اهلا وسهلا است. اهلا وسهلا بك اليوم. سيوف ومشتاقه لك هواي. شكرا جزيلا. الله ولو انت زعلان مني يعني. انا ما اقول على ان شاء الله بيناتنا. شلونك اخبارك؟ الحمد لله على كل شيء. نورتينا اليوم. اشكرك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ولو ما نايمه ولا لحظه طبعا. الله يكون بعونك، الله يساعدك. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع وياكم بعد الحوار الطويل. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين ومع ضيفتنا المحترمه تيسير. الله بالخير مره ثانيه. اليوم شو طالع على ابيض على علم عراقي على طبعا غير احتفلنا يعني حقك بانجازنا حقك تحتفلين بالانجازات العظيمه اللي قدمها المنتخب العراقي كاس الخليج. خلي نلتحق بالاسئله مباشره. شنو شاهدتي نهايه خليجي 25 امام المنتخب العماني؟ والله احنا قاتلنا صراحة، بس كرهت الحكم، كان مو منصف. شلون؟ مو من حقه يعني، خلاص صفرت صافرة. مو من حقه يعني، احنا فزنا. اي بس كان اكو زغل بالموضوع، تلاعب. يعني رواه ما رادوا العراق ياخذ الكاس؟ لا. حيل كرهته. يعني كان مو منصف بال يعني حتى سوى عندي حالة نفسية فوبيا. حالة نفسية صارت يعني 45 مليون عراقي يعني مكلب يعني لازم يصفر هو. هو المفروض صارت اللعبه رياضيه بالقوانين الرياضه الموضوع المفروض هو يقاضى يعني يقاضوه يقاضوه لانه هو ما نهى المباراه ما يقبل ينهي المباراه ايوه طال وقت وزاغل هوايه حلو لكن اراده على مواد قويه اراده هو انا غير هيك واقفه شو اسمه على بالك واحد بجلطه هيك متجمد وواقف ماكو شنو كانت ردة فعلك لما الحكم انطى جزاء على العراق؟ ردة فعلك الحقيقية من انطى جزاء للمنتخب العماني امام العراق. طبعا هي كانت بالدقائق الاخيرة وكل الشعب كان متحمس وخلص انتهت المباراة هي واجا جزاء. على مود ما ناخذ الكاس بكل طريقة. اونك يا وطن يا ابو الحضارات. حتى بهاي. احضنك لو صرت كلك سكاكين. حتى بهاي لكن سود الرافدين ما قصروا. ردة فعلك الحقيقية تجاه الموضوع من صار؟ اصلا انا من البداية كنت متابع نحن يعني ناخذ الكاس. يعني انت كنت تعرفين بانه العراق راح ياخذ الكاس؟ احساس من رب العالمين. كل لعبة كنا نلعبها كل لعبة كنا نلعبها انا اشتري مواد تموينية واضحك. ونزلت الاغنية برغم ما انا يعني ناشدتهم انه يستضيفوني بالملعب. على مود تفقرين المنتخب على مود المنتخب ما يفوز يعني انت اذا غنيت المنتخب ما راح يفوز؟ اي يعني هيك يقولون هم؟ اي وبرغم ما يعني ميزوني من بين يمكن 1000 واحد غنى على المنتخب قليل هو كل الفنانين غنوا للمنتخب لا بس تيسير غنت على المنتخب بس تيسير غنت على المنتخب يعني وكانوا محضرين لي يعني نعم خبرني يوتيوبر قال انا واحد من الناس دفعوا لي ثمن يعني انا اسف منك على شنو؟ قلت له على شنو؟ كان يقول تسقيط يعني شوفوا هاي فقرة المنتخب التيسير العراقية ما ادري شنو قال محضرين لك يعني شغلات ما طلعن بها بالشارع بعد ما لك عين. يعني انت جيتي غنيتي للمنتخب فقرت المنتخب شو المنتخب فاز واخذ الكاس بالاحرف. اي عود على اساس كانوا هم متوقعين انه المنتخب يخسر. زين منو هاي الجهات اللي دائما انت مسلطه الاضواء عليها بانه هم يسقطون بيش منو هذول؟ يعني انا راح اتخبل. عندك يعني عندك انت عداوه شخصيه ويا شخص ما معين؟ ابد ابد اقول لك يعني انا شنو الفنانه شنو علاقتها بدون زحمه بالمذيعه؟ اكيد ماكو شنو علاقتها بربة البيت؟ مالش بالمعلمه؟ بس انت كفنانه اليوم بالممثله يعني انت اليوم كفنانه يعني جائز ما الممثل يسمع لك، ربة البيت تسمع لك، المذيعه تسمع لك انت كفنانه فكل فئات المجتمع الموجوده هم يسمعون هذا الفنان اذا كان تيسير او غير تيسير. احنا ما نحكي عن هذا الموضوع لان انت فنانه اليوم.
بس أنا أريد أعرف ليش أنت دائما مسلطة الأضواء على ناس محاربتي، منو هاي الفئة اللي محاربتي؟ حتى برزقي، حتى برزقش يعني وصلت مرحلة برزقش صار تقريبا 6 أشهر يعني، وبلشت تتطور. قامت أي قاعة أدخل بها يوم يومين يجي تليفون مبهم ما أعرف منين، عصابات عصابات يقعدوش من الشغل نهائيا، ما تاكل وتشرب. اي قاعه تدخلين تغنين يوم يومين يقعدوش من الشغل، وتجيني وحده من هذن الراقصات او حتى تهدد بها تهديد مباشر يعني. زين ليش ما تجيك القانون اذا واحد شخص يهدد بيش مباشر؟ ما اقدر، مسنود مسنودات. والقانون اليوم منصف، هو القانون العراقي منصف. يعني شو يقول مثلا القانون يقول له نزل تيسير غصب، يقول له ما اريد تيسير. لا مو هو، مو هيك، مو تقولين شخص هددني يعني، مو على اليوم انا ما اريد اشتغلين يعني، هذا الشغل بحث اخر. الراقصات ترى بالمناسبه يعني يعني ماخذات راحتهم كلش، بده ياخذن على العالم. مسنودات؟ مسنودات كلش. من شخصيات بالدولة؟ لا ما لا، مو شرط. من شخصيات بالعصابات؟ مو بالمافيات؟ الموضوع هو يعني هن هي راقصة تشتغل، راقصة وتشتغل يعني مجال عملها هذا اللي احنا ما حابين ندخل فيه اصلا بالاساس. مسنودة هذه من تجي تهدد شخصيا؟ تجي انت وقفت ببالك وقالت لك انت اذا سويت فلان شغلة او اذا وصلت لهنا انا راح اسوي بك فلان شو؟ اقسم بالله، اقسم بالله يعني أيه؟ وصلت مرحله قمت اغني بافقر واتعس الاماكن، وهم لحقوني وراهن، شافوني ثابته والناس قامت تحبني، الناس الفقراء والبسيطه أيه؟ وثبتني ابو المحل. دزوا لي 4 من ضمنهم وحده شعري طلعت سكينه من صدره زين، وجا واحد بالمداول ما دخلت القاعه دفعني، وذيك ضربتني بالش اسمه بهاي مال النرجيله، وهذا كله متحمل تعلم ودي عشان اموت من الملل على مود. منين قل لي مصدر عيشتي منين؟ يا هل ناس يوجد يا عالم راتب؟ انا هسه اليوم واحد اجى تعرض لي، يا ناس يا عالم عمي انا هسه اليوم اجى واحد تعرض لي، وين اروح؟ اتجي للقانون كلها وقفت وياهن، اروح للقانون حتى كل... القانون وقف وياهن. عجيب، شنو شنو هالسر العظيم هذا؟ مسنودات ام فلان الو أيوة. كسر لي تيسير العراقيه، الله اريد عيد ميلاد ب 12 13 مليون، اريد هيك اريد هيك، ما اريد تيسير العراقيه تنزل، فلان مطربه امور تافهه وارد احكيها وما اخاف، فلان منتج مسؤول على عندك شم قاعه او هاي حبيبي اللي ما اريد، اريد تكسر تيسير اكرهها ما اريدها تنزل، اقطع رزقها ورزق اطفالها، تيسير منين تعيش؟ حسبي الله اكو راتب يعني. هذا كلام المفروض يتوجه للجهات المختصة، ومع العلم أنا قبل فترة لنقابة الفنانين الأستاذ جبار جودي المحترم، بأنه ينظر إلى أختنا والفنانة تيسير العراقية، شوف وضعها يعني مهددة ومحاربة من قبل كل القاعات، الفئات من قبل الفئات الغير معروفة يعني، من يعني البنية تقول أنا أنزل أشتغل يجون يهددوني، البنية تسحب علي سكينة، تليفون مبهم يعني. أريد أعرف هاي التليفونات تجي، الله ينتقم منهم وحسبي الله ونعم الوكيل. زين يعني بكل شيء يعني، يعني وصلت مرحله يعني قفلت انه انا راح اشد رحالي. وين ترحين؟ لا لا وين ترحين؟ اسافر صدقني، عراق بلدك وبيتك ما اقدر، وابوك انا ارد اعيش، بلدنا كليتنا وابونا كليتنا، انا ارد اعيش، وهذا العراق هو فاتح حضانه لكل الناس، ارد اعيش. العراق مو مال ابو احد، حتى انت تطلعين من العراق بسبب احد، العراق مو مال ابو احد، العراق ليه يرتكبون علي؟ ليه يهددون بي؟ ليه يقطعون رزقي؟ شغلات انا لا بيها ولا عليها يعني، وشغل مو دا اشتغل يعني، مو خلصت العقوبه اللي عقبوني اياها، اللي هو هاي اصلا حتى العقوبه ليش والله طلعت من كاميرا الخفيه، حكيت الحقيقه، حكيت واقعهن. الف فنان طلع بالكاميرا الخفيه، الف ورا فنان ورا الكاميرا الخفيه، الف مقدم برامج سوى ورا الكاميرا الخفيه، اجى تليفون من اعلاميه مسنوده هي اللي قعدتني بالبيت 6 أشهر انا واطفالي. نطلع من خارج نطاق العمل ونرجع لاسئلتنا اللي هي تكون حول خليجي 25، وانت كنت متفائله ومتحمسه بخليجي 25 وقدمتي ما قدمتي، حالك حال الفنانين والله كنت متفائل اللي قدموا واحسن من الفنانين اللي رفضوا يقدمون. راح اقول لك على شغله، برغم ما الاغنيه بسيطه وعلى قد امكانيتي، امكانيتي خاصه أي. وانا قبل فتره يعني يوجد بمركز مكافحه الكراده انه مذكره اعتقد هوايه اغلب الناس تدري بيها، واعتقد انا حكيت لك قبل فتره من خابرتني، قلت لك انسرقت اموالي كلها، صح مضبوط. كل اموالي انسرقت، دا اعرف شنو الموضوع، ما عندي 1000 دينار يعني بقى بالبيت، ومن القاعه شدت وياي، برغم من هذا اشتغلت وجاهدت وقمت اتغدى ما اتعشى. منو اللي سرق اموالك؟ ما اعرف.
شخص ما يعني رجعت للبيت سارق مجهول رجعت للبيت لقيت أنا كنت ساحبتهن أرد أفتح بين كوزمتك حتى أخلص من إطار الليل إيه؟ من إطار الليل إيه مربع إطار الليل ما تردين ترجعين إيه لأن يعني تردين تسوي لي سبوبة رزق بحيث أنت رافضة موضوع الليل يعني ما تردين تشتغلين أنا مو رافضة بالعكس أحب أغني يعني هاي بس أغني بس مو شرط اللي بالليل يعني إذا أغني بالنهار حفلات أمسيات أراس أمسيات ما حتى الأمسيات ترى صارت منافسة غير شريفة لا تقول الأمسيات محترمة كلها صارت فلان حبيبة أبو المطعم مضبوط مسنودة من فلان مسنودة من فلان مسنودة من ألو كلها دق تليفونات والفقير رايح بها زين يعني عذرا أنت من شفت الوضعية هيجي أجي أحد ساومك طبعا أبو محل قال ليش تعالي صغيري مثلا حبيبتي وأخليش تنزلين أسبوع كامل يمي تغنين لا مو أبو المحل أحد من السياسيين لا لا ولا جاج أحد سياسي نهائيا قال ليش تعالي صغيري مثلا حبيبتي او قربوا من عندي او ايش نهائيا لان انا انهزم من عندهم اصلا يعني ما اختلط بالعالم ما وصل لك ولا لا اخذ ارقام ولا ما وصلوني بس الزبائن القاعده الزبائن اي انطينا رقم الشابه ما انطي رقمه انت جاي تسمعني ولا جاي تاخذ رقمي بس تاخذ تسمع رقمي ولا تسمعني اي ثاني يوم اعطي رقمي يعني طبعا اي لا بس نحضر امسية الست يصير هذا رقم الشغل وها ومن اطر اقول لك اخ يعني مثلا يخابرني ثاني يوم ها ايش قاعد تسوين تتخابرني عند انت قلت لي اخابرك على نمرتك اي ساعه فلان وين اي مكان شو صارت حب وغرام وصارت الو تيسير انت اليوم قاعده ماكو شغل ابو الشغل لانه ابو زبون ما رضى علي ايش خابر لابو الشغل احكي هيك ليش احكي هيك يعني ابو الشغل هو يريدك انت مو بس حتى بلكت الدوله تغني. حتى انا ما اريد النقابه تسمعني اريد الدوله تسمعني يعني اصحاب المحلات اريد اليوم. اريد وزاره الداخليه بكل اصنافها تسمعني اصحاب المحلات من الوطنيين زين ودا اقول لك اذا انزل بقاعه مثلا ابو القاعه قفل يعني قال تيسير شغلها توب ابو قاعه ثاني يطي فلوس ما اعرف المن يطي فلوس اي تيسير كسرت شغلي هذا ابو المحل منزلها هو نزلني يما كمل أنا لا أنا نازلة حصرياً أنا نازلة حصرياً وهذا المكان أنا ما أحب أشبش يعني أحب أنزل مكان واحد ما أحب أطفر من نانو من نانو يعني تنزلين مكان واحد أي خلاص أكتفي يعني بال حتى لو شيء قليل أو إيه حفاظاً يعني غيرت شخصيتي مو مثل قبل والمكان من أحبه والزباين تتعلم عليه أحب أحتوي زبائني زين ما إنه أنت يشتغلون يطفي فلوس ما أعرف ما إنه أنت شهرتك جداً واسعة هسه شهرتك واسعة والناس يعني 45 مليون عراقي من كبير لصغير الشاب المره للبنيه تعرف تيسير العراقيه نعم كل هذا والمحلات كلها تعرفك وصوتك جميل وادائك بالعمل ممتاز مو هذا حسب معلوماتي انا طبعا ادائك بالعمل ممتاز وصوتك جميل وفنان رائع ليش صار لي 6 شهور قاعده هسه في غنى عن الموضوع انا تحاربت لابد ما اليوم اكو كل الفنانين اللي موجودين كلهم تحاربوا ماكو واحد ما تحارب بس انت صار لي 6 شهور قاعده من العمل ليش قاعده ماكو محل او قاعه احتاجتك يعني ماكو واحد راد يسمع صوت تيسير لا 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 اشتغل الزبائن يطلبوك وهم ما يقبلون ينزلونك المانع من الموضوع ليش ما هو على باب الله ما اعرف وانت على باب الله ليش ما ينزل الاتصالات هاي منين انا اعرفهم بس ما اريد افضح وما انه انا اليوم مقدم برامج وما اعرف بهذا الاختصاص اللي انت تشتغلين به. انا مو فنان. نعم. انا مقدم برامج، لا مغني ولا نازل بمحل ولا سهران بمحل ولا شايف المواضيع هذه كلها. اكو شغله انا ما اعرفها اللي هي مثلا انا هسه اسال ليش الزبون يريدش يعني يريد يجي يسمعك؟ وليش ابو المحل ما يقبل ينزل؟ ابو المحل ينزلني ويكيف، لكن انا اكو من يهدده. يهددون ابو المحل حتى لينزلك؟ من ينزلني؟ منو اللي يهدده؟ الزبائن اللي ما اعطيهم مجال زبون يهدد ابو محل اي والراقصه الدغار يغارن انا اقول لك الراقصات كلش ما يعني كلش يعني يراد لهم جهه مختصه بالتاديب تاديبهم للراقصات اي حال مو بس علي حتى على الفنانين يغلطن وسمعنا كلام بذيء الراقصات طلعت انت الكوفه لقززات وبيوت لقزز ومات الخيم كانن عايشات بالخيم اي لقزز اي راقصة عندها لقزز هي لقززات وجكسارات وبيوت وذهب
عم بطل انا بعد ما اشتغل مقدم برامج اشوف له شغله اروح ارقص عاد اشتغل بس عاد اقزز. تأمر وتنهي. تأمر وتنهي. يعني والله شغله عجيبه. لقزز راقصه ترقص بالليل عندها لقزز. ابو محل بطني على مود راقصه. ابو محل تشتغل يا بطل تشتغل مود راقصه. اذن اعزائي المشاهدين جاي نشوف هذا الكلام وجاي نسمع شغلات ما خفيه كان اعظم بعد. اذن اعزائي المشاهدين خليكم ويانا ونروح فاصل ونرجع لكم. أعزائي المشاهدين مع فنانتنا المحاربة المظلومة إعلامية تيسير العراقي. لا سالفة يعني غير شيء. عادي بس الله وياي. الله ويا الجميع إن شاء الله. حاولت المشاركة بحفل الافتتاح دون مقابل. أردت تشاركين بالافتتاحية بدون ما طلع حد طلب من يمك فلوس أو طلبت من أحد فلوس. حبش للوطن دفعت تشاركين. حبيت أشارك والكرو على حسابي. بالموضوع. والكرو على حسابهم. المن؟ الكرو على حسابي. والكرو على حسابك. تواصلت ويا احد مسؤول بالاتحاد بالوزاره؟ ابد. مجرد انت قدمت رساله نزلت اغنيه ونزلت فيديو وردت تواصل تشاركين ليش ما خلوش تشاركين؟ تليفونات الرقع للدق شلون يا طرقعات التليفونات والحزازيه بين الفنانه اللي تعاني ببلدها ما تسافر تحب بلدها وتطلع برا تصير هي معززه مكرمه وتحب بلدها وتقسم لقوتها بينها وبين الفقير وتعاني وتشوف كل شيء هاي مكروهه. هو اكو بعض الفنانين هم رادوا يشاركون كانوا يتمنون يشاركون. احنا علينا بالبنات ما له علاقه بالشباب. عندنا مطربين بقد التمن لكن العنصر النسوي على عدد الاصابع. احنا مجتمع عشائري عرف التقاليد. يعني البنات اللي شاركن واحده خارج القطر وواحده داخل القطر اللي زين من هي الاولى؟ اللي شافت النظام داخل القطر لو عايشه برفاهيه خارج لا اكيد بنت البلد او لا لكن مو عادي يعني مقارنه بالفنانه رحمه رياض مع العلم اني ناشدت ومع العلم اني خليت صوره الكابتن يونس محمود تحياتنا على صدري وافتخرت به يعني وسويت اغنيه كامله عليه يعني ما وناشدته وناشدت عدنان درجان ناشدت المحافظ وكل عراق الشريف لكن اهل البصره تصلوبيه بصراحه جايبين رقم وتصلوبيه اهل البصره تحياتنا لاهل يعني البصره للكرم والطيب والمحبه والاحترام واللي سووه مشرف ورفع الراس الاف المكالمات من اهل البصره يعني يقولون بس تعالي احنا نطبب وش الملعب قلت لهم انا جاي اسوي بلبله انا عن نفسي رحت للبصره اللي شفته عند اهل البصره ما حد يموت يموتون علي ما حد يموتك خالص انا اموت عليهم يعني ما صورتهم هيك قلت لهم منين جبت الرقم؟ الاف الارقام من البصره كلها بصره 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 شنو رايك بمشاركه الفنانين في الافتتاحيه والختام؟ رحمه حسام محمود التركي ماجد المهندس احلام لا احلى شيء الختاميه انا عجبني اداء حسام الرسام حسام تحياتنا له تحياتنا كان اداء يجنن والناس كلش تفاعلت وياه كلش يعني سرق الاضواء كلها والاختتاميه ماجد المهندس يعني انا دافعت عليه وظني كان محله على ما دافعت على ماجد المهندس لانه يعني هم هم اتهموه بانه هو قبل يجي مجتمعنا يسرع بسرعة يحكم بسرعة واحلام ما شاء الله يعني كل شيء هو انطيني رايي كان خاصه طيب. يعني انا هسه اريد اسالك على موضوع احلام قلبها طيب دفعها الحب والعاطفه للعراق وهي والله مو عراقيه جزيله الشكر طبعا والله مو ممثل هاي انسانه ابد ما تمثل اموت عليها لان انسانه اللي بقلب ويغارون منها طبعا طبعا ايش يغارون منها على اموالها على سعادتها على النجاح اللي حققته من لا شيء صارت عباره عن ملكه تستاهل قلبها طيب على طيبه قلبها تستاهل بعد اكثر كل انسان يحب العراق العراق يحبه ومنيت فد يوم التقي بيها تلتقين باحلام؟ اي احكي لها اللي شفته ومنيت تلتقين باحلام؟
وهذا مناشده الفنانه تيسير العراقيه تريد تلتقي بالفنانه احلام. اموت عليها. ان شاء الله تلتقين بها. عندي حدث التقي بها. ان شاء الله تلتقين بها. وعندي حدث التقي بكاظم الساهر وماجد المهندس ايضا. يعني الثلاثي ثلاثتهم؟ ها بالمناسبه ترى ملتقي بكاظم الساهر وعندي صور وياه. بلبنان. التقيت ويا كاظم الساهر؟ اي كاظم الساهر. سلم علي ويعني قال ان شاء الله يعني تفوزين بال كنا ان شاء الله كنا بالمسابقه مال الاصوات. فقال ان شاء الله تفوزين لان انت كاريزما ترى الفن يحب الكاريزما يحب الشكل. احنا هنا بالعراق لا ماكو ما والله انت خوش انسانه ماكو امانه ماكو حتى هاي الاصوات تطلع منين ما ادري. نزلت اغنيه للمنتخب العراقي. شنو يخلي الناس يعني تتنمر عليك؟ غيره يعني حتى اللي يسمعها يغار؟ لا 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 اللي يسمعها بالعكس يموتون عليها الشباب. وردت لهم بعد الفوز لا يعني. لا لا ترى الناس حبت هالاغنيه على كيفك. انت ايش لك شغله بالتعليقات يا قلبي؟ مو هي احنا مشكله يعني اليوم احنا بدنا نصور هسه ماجد المهندس ايش قد حكوا عليه بالتعليقات؟ هواي اجى لو ما اجى؟ اجى طلع الحكي كذب والتلفيق لو لا؟ مضبوط. اذا ما يصح الا الصحيح. فبالنهايه ما يصح الا الصحيح. ايش قد حكوا؟ راح تفقرنا. هيش تيسير هيش تيسير هيش تيسير هاي تيسير انسانه فقيره. زين ليش الناس تتنمر عليك؟ هل انتقاب للتنمر يعني انت كديزاين؟ انا تعلمت بعد تعلمت. انت كديزاين بالعكس ديزاينك كله جميل مرتب مو ما تنمر. يعني لا انت بيش مثلا حشاش عيوب شكليا او منطقيا حتى الناس تتنمر عليك. ليش يحبون يتنمرون على تيسير العراقي؟ غيره قاتله ودفع وحشود وجيوش. شو تحبين تقولي لهم للي يغارون من عندك؟ لو لو يقولوا لي هذا حبل المشنقه وبطل من الفن او اوجه شر هذا حبل المشنقه وبطل من الفن ما ابطل من الفن. وابويا اللي ما حقق الله يرحمه ابويا كان فنان صوته يموت يشبه صوت قحطان العطار وشكله يجنن وكاريزما مالته تموت لكن ما حالف الحظ اكمل مسيره ابويا الله يرحمه. لكن ابويا ما راض عليه بشغله قال لي لا تدخلي الملاهي الليليه. لكن شو تسوي العوز يعني اذا انت ما عندك لا راتب ولا مصدر عيشه ولا مصدر رزق ومتحارب من الكل فتنجبر تدخل بهاي الاماكن وبالمناسبه وذله واهانه وتعب وخطوره وسهر ساعه الساعه تنكتل ساعه الساعه مشكله مو تنخطف. انا سيارات مجهوله بالفتره الاخيره تمشي وراي ما اعرف منين ما اعرف الا متابع شو مسوي ادري بنهبه سيارات مجهوله بدون ارقام تمشي رشحه روحش للانتخابات غنفتين وروح وروح ابويا الغالي سيارات مجهوله حتى رادت تخطفني وما قدروا ثمرت روح عجل جزر مو على مشي خاف يحبوش لا تالي الليل مو انت يعني انت تخلصين تالي ايش وقت تشوفوش لا تالي الليل الصبح هم ما يجوا تالي الليل تريد تحصرني سيارتين وتكرر الموضوع سيارات تراقب بيه ارقام تخابرني تهدد بيه انزل للشغل تجي ارقام مبهمه تيسير ما تنزل للشغل وبالمناسبه ترى ثلاث ارباع الاشخاص اللي يشتغلون علي لا تخلوني افضحكم واطلع اسماءكم يلا جوزوا من عندي لان انا صاحبه بنات اطفال منو ما مديتكم منو اهل كوفيات وهالقاعات منو هذا شخصيه يعني شنو يريد شنو ما عندهم ما يعرفون شنو الله عبالكم متعبدون بالدنيا يعني ترى تموتون يعني ترى الانسان ما يعرف شو وقت يموت ترى هاي بهرجه اني داغني الهدف هدف اريد اوصل اريد اطلع حرمان الطفوله حرمان الفقر حرمان الناس اللي قالت مصرين وما تشترينا صعدت وصلت مرحله ناس صار لها 30 سنه تغني ما حد يعرفها 30 سنه صار لها دبوا مليارات على نفسهم المشاكل مو من صالحك ليش انت تدخلين بهالمطبات انا ما داخله بالمشاكل الغيره يعني ترى هاي الحياه كل من ياخذ نصيبه كله ليش اكسر غيري ليش انافق على غيري ليش اقطع رزق غير انا راح اعبد بالدنيا ليش مو ما يقول فكروا يقولون هاي وراها اطفال هاي بيها يجوز بيها حوبه حرام ان شاء الله يسمعون هذا الكلام بعدين ليش هم شنو ليش هم يعرفون الله ليش ايش تتصور هاي هذول البت التعليقات اللي يغلطون عليه يعرفون الله
يحجون بالدين وبال شو اسمه، صدقني والله كله كذب. عمي اللي يشوفون فيديوهات تيسر سايم عليكم والله محمد وعلي، لا تغلطون عليها ولا تتجاوزون عليها بعد. انا يعني مسلمتهم بيد الله. حسبوختكم عمي لا لا لا. بعد. لا انا ما مسامحتهم، حسبي الله ونعم الوكيل. اكثر لاعب لفت انتباهك بالمنتخب العراقي؟ ابراهيم الباش. ابراهيم بايش؟ بايشي. انا صح للباشا. اي. وايمن. ايمن حسين تحياتنا. وانقهرت عليه ويستاهل. فعلا يستاهل لقب لان ابوه مقتول. خطيئ. واخوه معاني ما عانى. مشكلة. يعني بحيث اباه علي انا ملعب حرقة. واحد يريد يطلع فشي يعني لا لا ابطال والله. يستاهلون. والله يستاهل يعني. يستاهلون. بكي بكيته انا يعني. حتى ما رضوني. انت قلبك طيب. انا كنت متأكد. اكو واحد ما بكي على الموقف. اول ما شفت التشكيله قلت هاي التشكيله رح. اول ما بوعت على التشكيله وين هاي التشكيله؟ وين التشكيله ذيك القديمه؟ ذيك ما لها علاقه اصلا بالطاوله. مضبوط. اعزائي المشاهدين خلي ناخذ فاصل ونرجع لكم ويا فنانتنا تيسير عراقي. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل والفنانة تيسير العراقية. تيسير أنت نزلت أغنية للمنتخب مال جتكم بتسول الرافدين. اليوم لعب الغالي على الغالي. اليوم لعب الغالي على الغالي. صراحة يعني هذا المصطلح هو مصطلح شعبي مال لعب الغالي على الغالي. من أيام العصملي. اللي من أيام العصملي واللي ظهر في مواقف ولاية بطيخ. اليوم لعب الغالي على الغالي. شنو تقصدين يعني لعب بس انا ردفتهم القصه اليوم انتي... لعب الغالي على الغالي بتسود الرافدين يعني اليوم اطلع ضيم قلبي بمن بمنو كل من قال العراق يخسر اي كل من كان مستحقر العراق وماخذ بعين صغيره ورا رجال واسود كل من قال تيسير العراقيه غنت راح تفقر المنتخب اي كل من استهزأ واستنقص من العراق انت قلتي كل من استنقص من العراقيين بتسود الرافدين او بتكم بظهركم يعني وظلمهم وحاسبهم ومش احنا ابطال ونظل ابطال نسوان وزلم والله والنعم للعراقيين ليش ترديت هاجرين خارج العراق لا هاي يعني راح اشد الرحال فعلا ليش رزقي رزقك تقدرين تاخذين رزقك باي مكان ماكو الله يرزق من يشاء ما اقدر الله يرزق اللي يصلي ويرزق اللي يغني ويرزق الكافر ويرزق الكثر الامام علي عليه السلام يقول الكثره تغلب الشجاعه حتى لو كنت شجاعه لو كنت يعني مواجهه التنمر هذا كله فر وحده غير هذا التنمر وهاي الحرب تنتحر والله تقول لا ليش تنتحر؟ انا حمان جايب خل اقعد واسكت ليش؟ لكن اللي عنده اراده ترى اراده وصبر من ربك اكيد طبعا وصلت بالعراق يعني مرحلة الحمد لله يعني الحمد لله لا أنا نجوميتك وشهرتك حققت يعني حصلت أخو أنت تدري حققت أنه هاي السنة نجوميتك وشهرتك حققت فشي ممتاز حققت فشي ممتاز حققت شغلات حلوة خاصة وأنا واحد من الناس أنا أعترف أنت فنانة وصوتك جميل ومشاهداتك حلوة وفنانة على مستوى الناس تعرفك 45 مليون ما تكرمت 45 مليون عراقي اليوم يعرفك ما تكرمت ليش لغيتي حفلتك مال الحله؟ من قبل هاي ما تكرمت على حصولي على اعلى نسبه مشاهده 2022 هذا الموضوع ما تكرمت اصلا تحاربت ما لك مفاجاه بهذا الموضوع تحاربت انا ما لك مفاجاه بهذا الموضوع لا بس انا تحاربت الكل يعرف يعني ليش مو بس انت هواي ناس تستاهل تستاهل تكريم ما تكرم ضرب لا انا بالنسبه مشاهده ضربت رقم خيالي مضبوطي خاصة بهاي مال كأس الخليج مضبوط ليش وين تكريمي؟ هم دا يشتغلون على تكسيرتي انا ضامنك مفاجأة هسه خلينا بالختامية يا الله نشوفك المفاجأة ليش لغيتي حفلتك مال الفلوس؟ مو اني عاشت بحضر هدايا للناس واظرف مال فلوس للفقراء اي والعاب للاطفال اي والله العظيم يعني خبرتني وحدة من العرب
تبكي مدبرة الرقم مالتي. ستة يصير ليش يعني؟ ليش احنا شبين؟ قلت لها والله مو اني. قبل الحفلة بيومين يجون عالم يهددون نحرق القاعة. مال اللي اي وراها انتقلت الحفلة للمهرجان بابل الدولي، قالوا شافوا العالم مش هماتين هم مصممين يشوفون تيسر العراقية. سوى المحافظ مو مفرح من تفرحين تشوفين الشعب او الناس. المحافظ يا محافظ الحلة شفت علي، اوجه لك رسالة، انا شفت علي اني بتبلدك واني الحرمة شارب الخير، انا جاية ضيفة عندكم دهل الحلة، شلون تكتب علي وتنزل علي؟ احنا والله من هو ما نسمح يعني. مجلس محافظه منع الحفله، المحافظ مال الحله ما نسمح انه تيسر العراقي يتغني على مدرجات مهرجان بابل، لكن نسمح للغيرها فلان العام يجي يبسخن ويرقصن ويسوون. لا بني غنى غير بلدان عادي، بس تيسر العراقي ما اعرف شنو يعني، ما ادري عن يعني. سمعت بيجي تفكرين بالزواج؟ لا لا نهائيا هذا الموضوع لاغي هاي الملاطفه، اتلاطف باللقاءات. تتلاطفين يعني؟ لا زواج ولا هاي سوالف ولا حب ولا هذا. اقلب هذا السؤال اصلا. ليش؟ بالعكس السؤال لطيف. اصلا سؤال بشع. بشع؟ اي والله. اليوم اذا انسان يجي الزواج يصير بشع؟ ما فيها شيء، هاي سنه الله ورسوله عاد. لا ما لا حب ولا زواج. ماكو لا حب ولا زواج؟ لا ما عندي شيء. بسبب تعرضك للاشياء الغير لائقه بالعمل، اي شنو الدافع خلاك تصرفين اغرب تصرف؟ ما فهم سؤالك. سبب تعرضك لشغلات غير لائقه بالعمل، يعني التحرش او غير ما حد متحرش بيه ابد؟ لا لا ابد ما في يوم واحد حرش بيش بالعمل بالشغل، بما انه هو هذا الموضوع. هذا لا يطلبون رقم وبعدين يعني أي. يشتغلون على يعني رسمي. اغرب شغله تعرضتي لها بانه اعطون رقم ياخذونه وهذا. او شغله صارت مره واحد لازم مدفوع طبعا. رادي يفلش وشه كله بالبطل، فاجى براس جبراس البوديجارد خطيا شق راسه كله. يعني وشي كان هسه كله مشوه. عجيب. وطلع منها. طلع هذا وراح القاعات عصابات. قاعات عصابات؟ عصابات يعني هاي الاماكن، يعني الشغلات اللي انا مثلا اشوفها بالافلام موجوده بالحقيقه؟ دي كافحوهم. دي كافحوهم بيهم؟ اي اني زين بيات انا ناشد وزاره يعني. الداخليه والامن الوطني. ما ناشد غير جهه. التصريحات هذه اناشد وزاره يعني. الداخليه والامن الوطني، احنا عيشتنا هاي عيشتنا، واكو ناس جايه تريد تسمع، اكو ناس جايه تريد مثل تضحك، اكو ناس جايه تريد حزين يسمع طرب. ترى مو كل الناس تدور معزوفه، اكو يقول لك اريد طرب، اريد حزن، اريد على الغدر، اريد على الملاهي. خو ما بيها وحوش تاكل، ترى بيها الزين اكثر الشخصيات المعروفة مثلا من الفنانات الجميلات او الفنانات اللي غنن بالليل او يعني هذا الوسط مال النساء البنات الجميلات دائما يعرضون عليه المبالغ من شخصيات، او تكون مثلا شخصيات رجال اعمال او شخصيات بالدولة او كذا، في سبيل بان تقضي لها ليلة مع الشخص الفلاني فنانة. هاي بزعنا من هاي عرض عليها، هاي صارت قديمة يعني. هم اجى حد عرض عليك الموضوع هذا؟ اكثر من الثمن يعني. اجى حد عرض عليك مبلغ؟ طبعا، ومع بالهم كل وحدة مثلا تشتغل هاي الشغلة، حتى الجمهور بالتعليقات وهاي انه هي انسانة يعني اجى حد قال لي انا اعطيك مثلا هاي قال فلوس تعالي بات يمي. هاي ترى سؤال قديم، الله يخليك سيف. روحنا على السؤال اللي وراء. روح على السؤال اللي وراء، يلا روح على السؤال اللي وراء. جتش دعوة من خارج العراق، ليش ما رحتي؟ اي هاي رابع مرة مصر. مصر سمعوني اغني وكلتهم. بعدني ما مستعدة، مو هسه.
يعني مو هسه؟ اي اريد اصفط كم شغله بس ما يعني مو يعني اطفالي شلون او بناتي يعني ليش متاخذين؟ اقوم اشتغل وارجع اروح واجي ومن اتوفق ماديا اخلي لهم الخادمه الخاصه بهم اقوم اخذهم وياي. اقرب شخص التيسير العراقي؟ اقرب شخص لي اي اللي يعني اعطاني دافع و دائما اقرب شخص اقرب انسان هو كافل إليش. كافل اليتيم صاحب مؤسسة الزهراء بابا ابو علي الربيعي والدي الثاني هو اعطاني حافز للحياة وحافز للشجاعة وحافز الله يحفظه ويحميه يعني هو كافل اليتيم قال انت يتيمة وانا كافل اليتيم وانا اني ابوك بدال ابوك الله يحميه ويطول بعمره. اذا خلينا خليكم ويانا اعزائي المشاهدين ونرجع وياكم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين مع تيسير العراقية. تيسير عندك استعداد تتركين القاعات وترجعين للفن مقابل عمل لطيف يلوقلك مثلا؟ يعني وبأي شيء؟ اليوم قبل باكر. يعني تمام يعني بكل الأحوال تمام قبل موضوع العمل شغل الليل والقاعات وهذا. ليه ما بينصاف؟ ما بينصاف. ما بينصاف. وما بين منافسة شريفة. سمعت يوجد قرابة بينك وبين فنان كذا رضا العبد الله. رضا العبد الله اي شو يصير عندك رضا العبد الله؟ انا صحيت كنت عمه هو ابن يعني. ابن عمه باعتبار عمي حياتنا الفنان الكبير رضا العبد الله اي ف يعني صار نجم عربي والله وفقه يعني يعني احبه هواي بيشبه كلش قوي من والدي الله يرحمه الله يرحمه او بس لكن بالصوت لا والدي يشبه صوت قحطان العطار. ليش ما اشوفك بالمحافل المهرجانات اللي دي يقيموها تكريم الفنان الفلاني تكريم الفنانة الفلانية مثلا تكريم الفنان الفلاني على مشاهداته على عمله على كذا على كذا ليش ما اني اشوف انا مدى اشوفك يعني انا كرجل اعلام اشوف محافل واحضر محافل تكريم الاعلاميين تكريم الفنانين تيسير ليش ما اشوف؟ راح تشوفني عربيا ما راح تشوفني بالعراق اذا الله كاتب يعني دزولك دعوات وانتم ترحين اي مهرجان؟ اي عربيه بس يعني مو عيب يعني بشرفك عربيا يقيموني وبلدي ما يدز دعوه عربيا يقيموني وما يدز دعوه تيسير من عندك تقدمين رساله جمهورك السلبي والايجابي جميع حالاته يعني توجه للكاميرا توجه للكاميرا كافي ظلم حظ وبخت مو بس جمهوري كل الناس تشوفني حرام عليكم شايفين بعينكم عايشين وياي بالبيت مختلطين بيا تعرفون اني شعانيت ما عانيت تعرفون شنو طفولتي تعرفون اني على مود الفن يعني شفت بحياتي الله سلط علي من ناس تعرفون بيا يعني جتني اوقات اسبوع انا اقفل الباب علي بسبب التنمر مالتكم والحقد والدعايات والناس ما عاد احد وبخت وطف الضوء وما اكل ولا اشرب حتى صارت عندي مثل الحاله النفسيه خبلتوني ليش هذا الحقد؟ من تحجزين انت جيوش الكترونيه يا اعلاميه يا مطربه وين المنافسه الشريفه بالموضوع؟ انا بيش ماذيتكم؟ قاطع المي عمل هم زين الهواء بيد الله هم زين الهواء بيد الله هم زين اكو هم زين مطرت الدنيا ما جفت رجع المي بالانهر وبال الحمد لله شعلنا نعم الفضيله اللي دا اشوفها على المصايب اللي تدبوها علي بس راح اقول لكم على شغله ترى اي واحد يحكي علي لا محلل ولا مب ولا مسامحته بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل. تيسير بما انه احنا وصلنا لختام الحلقه انا جدا ممتن من يمنيش والحضور الشراقي وحاب اقدم لك هديه بسيطه شباب اعطوني الهدية اعطيني الهدية عاشت يدك
قلبي. هذا درع الابداع والتميز للفنانه تيسير العراقيه بمناسبه اعلى مشاهدات لعام 2022 مقدمه من قناه فور تي في. احلى مفاجاه بحياتي، هذا حلمي طبعا. تستاهلين الاكثر، تستاهلين الاكثر. هذه كاميرا، خلي شوف هذا الدرع، تفضلي. الحمد لله والشكر يا ربي، شكرا جزيلا. وهذا هديه بسيطه نقدر نقدم لك اياها على ابداعك اللي قدمتيه، وشكرا لك. يعني اعتبر انه يعني ربع من احلامي تحققت بهذا الدرع، تدري؟ ان شاء الله دائما احلامك تتحقق، وان شاء الله تاخذينا من اعلى المنصات العربيه. هذا الحمد لله وشكرا يا ربي، يجنن. شكرا جزيلا، احلى هديه بحياتي. انت تستاهلين الاكثر، انت فنانه مبدعه، انت فنانه راقيه، هذا الشيء قليل بحقك، وهذا الشيء هو هذا الخليجي يعني. هذا الخليجي هذا. نختم؟ نختم حياتي. نختم؟ نختم. إذن اعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقه مع الفنانه العراقيه، واني عندي كلمه اطلب بها من الجمهور او من الناس او من الجهات المختصه، بانه دائما يراعون مشاعر المقابل، مثلا التنمر، الكلام الغير لائق، الالفاظ الغير لائقه. كل انسان الله يحاسبه، انت ما تقدر تحاسبه اذا كان هو على سير خطا او على سير صح. انا ارجو من عندكم بانه انتم تحترمون هذه الشخصيه وهذا الانسان، لان يعني هذا الانسان مظلومه وفقيره وخوش بلا. شكرا لكم، نلتقيكم في حلقات قادمه في امان الله.